مساء الخير على احلى جمهور في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهارده جايه وجايبه لكم قصه جميله بعنوان صغيره الاسد، اتمنى انها تعجبكم. وان شاء الله هنا في قناه حكايات هبه الله هنقدم قصه كل يوم 2 و4، ولعشاء القصص الصعيدي هنقدم قصه كامله صعيدي كل يوم جمعه على قناه حكايات هبه الله للقصص الصعيدي. وهناك هتلاقوا باقي قصه امبراطور الصعيد لعشاء القصه اللي سالوني عنها. واللي حابب يسمع الجزء الاول من القصه هسيب لكم كل الروابط في صندوق الوصف. يلا بقى يا حبايبي، اللي ما اشتركش يدعمني ويشرفني بالاشتراك يا احلى متابعين. وقبل ما ابدا نسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. في قصر النعمان باشا واقف شاب وهو بيقول بعصبيه: انت بتقول ايه يا عمي؟ اتجوز ماريا؟ ايوه يا اسد، اتجوز بنت عمك. ازاي ده يا عمي؟ ماريا دي زي اختي، انا عمري ما تخيلت انها تكون زوجة ليا، انا طول عمري شايفها اختي، وبعدين ده انا اكبر منها ب12 سنة. انت هتتجوز ماريا يا اسد، دي وصية جدك علشان الورث ما يروحش برا العيلة. احسن الورث يروح للجمعيات الخيرية. ازاي جدي يعمل كده؟ علشان جدك شايف ان انت وماريا ملكوش غير بعض. حتى لو انا قبلت وضع زي ده ماريا لا يمكن تقبله. لا دي بقى سيبها عليه. هتعمل ايه؟ هتجبرها تتجوزني؟ لا يمكن اقبل اتجوز واحدة غصب عنها. انت شايف حل تاني يا اسد ولا نسيت الورث؟ الورث ممكن يضوع مننا وعندي ماريا. انت بتقولي ايه يا ماما؟ لا يمكن اتجوز اسد، ده زي اخويا. لازم تتجوزيه يا محروسة، ولا عاوزة الورث يروح مننا؟ أنا ماليش دعوة، أنا لا يمكن أتجوزه، وبعدين أنا بحب زميلي في الجامعة وهيتقدم لي بعد التخرج. أنت اتجننتي؟ وطي صوتك، أحسن أبوك لو عرف أو أسد هيدفنك مكانك. إحنا في القرن 20 مش في العصر الحجري. هي كلمة واحدة، هتتجوزي أسد يعني هتتجوزيه، وجهزي نفسك عشان الفرح الخميس الجاي. وخرجت الأم وسابت ماريا تبكي على حظها. إزاي هتتجوز الإنسان اللي طول عمرها بتعتبره أخوها؟ وكمان حسام الإنسان الوحيد اللي حبته من قلبها، هو الوحيد اللي ملك قلبها، ولا يمكن تتجوز واحد غيره. وراحت اتصلت على حسام. أيوة يا حسام. في إيه يا ماريا؟ أنت بتعيطي؟ هيجوزوني يا حسام. إيه؟ أنت بتقولي إيه؟ بقولك هيجوزوني أسد ابن عمي علشان الورث. جد بقى ربنا يسامحه شرط في الوصية ان الورث ما يتوزحش علينا غير لما اتجوز اسد، وإلا الورث هيروح للجمعيات الخيرية. يروح فين؟ لا ده انت تهدي كده وخلينا نفكر بالعقل ونحل اللغز ده. وبعدين يا ميرو تكوني على الحديدة، وانت يا حبيبي متعودة على العز. يعني ايه يا حسام؟ يعني اتجوز اسد؟ لا انا ما قلتش كده، بس برضو ما ينفعش ان نضيع ورثك. مش مشكلة يا حسام، هنبدأ انا وانت سوا من اول وجديد، وهنبني عشنا الزوجية. يا ماريا الحب العذر ده في الروايات، بس خلينا كده نفكر بالعقل. بالعقل، والعقل بقى بيقول ان اتجوز اسد مش كده؟ بالظبط، جواز مؤقت يعني لحد ما تستلم ورثك وبعدين نتجوز يا حياتي. اقفل يا حسام، انا مش عاوز اعرفك تاني، اقفل الخط. ماريا انت فهمتيني غلط. لا ده انا فهمتك صح، بس للاسف متاخر قوي. قفلت ماريا الخط، وحسام قعد هنا يا حظه ان هو ضيع ماريا منه الفرخه اللي بتبيض له ذهب، وان بنفسه ان هو ما قدرش يداري طمعه عن ماريا، وان حبه ليها مجرد حب استغلال لتنفيذ اغراضه الدنيئه علشان يوصل لفلوسها. بس اقنع نفسه ان حسام الشربيني لا يمكن يخسر ابدا، وحتما هيرجع ماريا له تاني. اما عن اسد طلب ان هو يقعد مع ماريا ويسمع بنفسه موافقتها عليه كزوج ليها، لانه ما اقتنعش ان ماريا وافقت عليه بسهوله بعد ما عمه قال له ان هو هيجبرها على الزواج منه. ازيك يا ماريا؟ الحمد لله يا ابي اسد. انت مش شايفه ان ابي صعبه شويه، وخصوصا ان احنا هنتجوز كمان يومين، ولا انت مجبره على الزواج مني؟ لا لا ابدا يا ابي، انا موافقه. متاكده من قرارك يا ماريا؟ انا ما اقبلش اتجوزك غصب عنك. لو بابا خوفك او اجبرك عليا انك توافقي قولي لي يا ماريا، ما تخافيش. لا ابدا،
انا موافقه وما حدش ضغط عليا، قالت كلامها وهي بتبكي. طب ولازمته ايه بقى الدموع دي؟ معلش يا ابي، اصل الموضوع يعني جه فجأة، اديني وقتي. وانا مش مستعجل يا ماريا، وخدي وقتك. وجه يوم الفرح وكانت ماريا بتستعد وهي خايفة جدا من ايامها الجاية، ومش عارفة اذا كانت اللي بتعمله ده الصح ولا الغلط، لكن كل اللي كان جواها انها تكسر حسام زي ما كسرها، وموافقتها على الجواز من اسد مجرد رد عليه. بس هي خايفة لا تكون ظلمت أسد، فهي مش بتحبه، هي طول عمرها شايفاها أخ أكبر ليها. بس جه اليوم اللي لازم تغير نظرتها له غصب عنها، لأن الواقع بيقول إن جوزها مش أخوها. وفي أوضة العروس بعد ما الكل ما مشي، دخل أسد الأوضة ولقى ماريا واقفة وحط وشها في الأرض. قرب منها ورفع وشها وبص في عينيها وهو بيقول لها ماريا. ردت عليه بتلقائية نعم يا أبي. فراح ضحك عليها وهو بيقول لنفسه هي لسه بتقول له أبيه، وراح قال لها بعملية ماريا أنا هستناكي بره لما تغيري هدومك، خدي راحتك. وبعد مدة دخل لقى ماريا لسه بالفستان. إيه يا ماريا، هو أنت لسه ما غيرتيش؟ أصل أنا مش عارفة أفتح سوسة الفستان، ممكن يعني أبيت نادي ملك تساعدني؟ ملك دي أخت أسد، وينفع يعني يا ماريا ان انا اكون موجود وانادي ملك هيقولوا عليا ايه؟ لفها اسد وباصابع متوتره فتح ليها سوسته الفستان، ومجرد ما لمس جسمها حس برعشه انتابت جسمه. معقول طفلته حركت مشاعره ناحيتها؟ نفض الفكره من راسه واكد لنفسه ان ده توتره لوجودها معاه في اوضه واحده، واستجمع شجاعته وراح قال لها غيري يا ماريا وتعالي علشان عاوزه اتكلم معاكي. غيرت ماريا ولبست بيجامة عليها رسوم كرتونية، فضحك على براءتها وطفولتها وقال لها بهدوء تعالي يا ماريا علشان تاكلي. لا يا أبي أنا مش جعانة. لا لازم تاكلي. بس ما فيش بس، لازم تسمعي الكلام. ها حاضر حاضر. وبعد ما أكلت قال لها أسد أنا عارف يا ماريا إن الظروف اللي اتحطينا فيها غصب عني وعنك، بس إحنا مضطرين مش علشاننا، علشان كمان باقي العيلة. إنت عارفة الشرط اللي حطه جدي، علشان كده لازم نحط النقط على الحروف. أوعدك يا ماريا إنك هتفضلي ماريا طفلتي المدللة، وإن هفضل أبيه أسد لحد ما نستلم الورث. أما طبعا قدام باقي العيلة وأصحابنا إحنا متجوزين جواز طبيعي. حست ماريا بالراحة من كلامه وراحت هزت راسها بالموافقة. بس كمان أنا عاوزة أقولك إنك لازم تحترمي إن زوجك وإنك ست متجوزة، ولازم تحافظي على الاسم ده، وأنا كمان هحافظ عليكي كزوجة واحترامك قدام الناس. اتفقنا يا ماريا؟ هزت راسها بخجل. ومرت الأيام وأسد وماريا العلاقة ما بينهم ما بتتغيرش عن قبل جوازهم، هو أسد الأخ الأكبر ليها وهي ماريا طفلته المدللة. وعنده حسام كان قاعد مع والده. ما فيش فلوس يا حبيبي، هجيب لك منين؟ يا بابا أنا هصرف منين دلوقتي؟ هو أنت مش قادر تصبر شوية لحد ما تخرج واشتغل؟ قلت ما فيش فلوس، ما انت بهبلك ضيحت الكنز اللي كان في إيدك. آه أنت تقصد ماريا، هو في غيرها؟ لا ما أنا سايبها تتجوز وتستلم الورث، وساعتها بقى أنا حاضرة بالضربة المظبوطة، وهتيجي ركعة هي وفلوسها. ها ما خدش منك غير كلام. لا يا والدي العزيز، ده أنا راسم الخطة تمام، وكلها يومين وهتطلق وهتيجي هي وفلوسها. بجد يا حسام؟ هو حسام بيقول حاجة من غير ما ينفذ؟ بكرة تشوف يا والدي العزيز. وفي يوم كان أسد مستني ماريا لما تخرج من الكلية، راحت قالت لها واحدة صاحبتها بنتي يا ماريا شوف الجنت اللي واقف هناك ده، يا خرابي عليه وعلى وسامته، إذا كان هو ولا عربيته اللي واخدة ميدان الجامعة كله. أنت قصدك مين؟ بص هناك كده. راحت قالت واحدة تانية يخرب بيتك ده جوزك يا ماريا. فقالت التانية بصدمة ده جوزك انت يا ماريا؟ يا بخت حظك اللي من السما، لو انا منك ده انا حطه في ام ما خليش بيت تتقرب منه. ماريا بذهول انت بتتكلمي عن ابي اسد؟ وقالت التانية
أبيه؟ هو أنت يا ماريا لسه بتقولوله أبيه؟ خليك هبلة كده وفي نظره العيلة الصغيرة لحد ما تيجي واحدة وتخطفه منك وتقولي يا ريت اللي جرى مكان. طب اسكتي بقى أنت وهي، قللت الأدب وعمالين تبصوا للرجالة. وراحت عند أسد وركبت العربية، وطول الطريق كانت مكشرة. مالك يا ماريا مكشرة ليه؟ ممكن أعرف أنت إيه اللي جابك الجامعة؟ دي أول مرة يعني تجيلي. وده اللي مضايقك؟ انا اسف يا ست، مش هاجيلك تاني. احسن، عشان البنات كانت هتموت عليك وكلهم كانوا عمالين يعكسوك. وفجاه سكتت عن الكلام. نهار مش فايت، انا قلت ايه؟ ضحك اسد عليها وقال لها دي غيره بقى، ماريا طفلتي بتغير عليا. ما تقولش طفله، انا عندي 20 سنة و4 شهور يومين. ضحك اسد عليها وقال لها طيب يا ستي الكبيرة انزلي بقى. هو انت مش هتيجي معايا؟ لا انا رايح الشركة ورايا شغل. ونزلت ماريا وهي بتفكر في اسد، والاول مرة تشوفه من نظرة تانية بعيدة عن الاخوة، لاول مرة تلاحظ وسامته ورجلته اللي تسحر اي بنت. قد ايه هي غبية انها ما شافتش فيه الاسد الزوج، مش الاخ اللي طول عمرها بتشوفه. وفي حفلة التخرج كانت ماريا قاعدة حزينة وسط البنات. قرب منها حسام وقال لها ماريا أخبارك إيه؟ وحشتيني. أنت بتقولي أنا؟ أيوة يا ماريا، أمال هقول لمين؟ ما تنطعش اسمي على لسانك وروح اقعد بعيد أحسن لك. ماريا أنا قلت ما تنطعش اسمي، أحسن أندهلك البادي جارد بتاعي وهما يتصرفوا معاك. اسمعيني يا ماريا، انا مش قادر انساكي. انا اسف يا حبيبتي، انا اللي ضيعتك مني. هنا اسد كان واقف وراهم وسمع كلمة حبيبتي، وقف ما بينهم. واحد قالت ماريا وبارتباك انا اسكتي خالص واخرجي حالا، استنيني في العربية. ابي انا، انت مش بتسمعي الكلام ليه؟ جريت ماريا لما لقت اسد اللي تعرفه اتحول لاسد جريح، وراح قال له حسام بغضب كنت بتقول لها ايه بقى؟ قال حسام بثقة اظن اللي سمعته، انا وماريا بنحب بعض وانت اتدخلت ما بيننا وخطفتها مني، بس هي وعدتني انها هتكون ليا لما تستلم الورث. انت بتقول ايه؟ اللي سمعته يا اسد باشا، سيبها تعيش حياتها مع واحد من سنها. وكور ايديه بغضب وساب المكان بعصبية، وركب عربيته جنب ماريا اللي كانت قاعدة مرتبكة وبتفرك في صوابعها. وكان اسد بيسوق العربية بسرعة جنونية، وقالت لي بخوف اسد لو سمحت هد السرعة. وفجأة ركن العربية وراح قال لها بحدة من غير مقدمات وبسرعة احكي لي ايه حكاية الواد ده. قالت ماريا بارتباك وهتصدقني؟ قال لها بشدة احكي يا ماريا. حكت ماريا علاقتها بحسام وانها سلمت قلبها للانسان الغلط. بس يا ابي هي دي كل حكايتي، والله انا كنت مخدوعة فيه، وكل اللي كان بيننا ما تعداش سور الجامعة، هو خدعني بكلامه واهمت نفسي اني كنت بحبه. صدقني اكتشفت بعد كده ان عمره ما حبيته، وان حبي له كان مجرد وهم. وكان نفسها تصرحه ان هو بس حبيبها، وانه اول انسان تعرف على ايده معنى الحب الحقيقي رغم فارق السن اللي ما بينهم. ونهى اسد كلامه معاها وراح قال لها على العموم هم اسبوعين ونستلم الورث، وساعتها هتكوني حرة وتقدري تعيشي مع الانسان اللي يختاره قلبك. صرخت جواها صرخة مكتومة ما قدرتش تعبر بيها عن النار اللي قادت جواها لما فكرها بحدود علاقتهم، وان وجودها في حياته فترة مؤقتة لتحقيق مصلحة، وبعدها كل واحد هيشق طريقه بطريقته. ومر اسبوع من اخر مرة تكلموا مع بعض، رغم انه هو كان بيشاركها جناح واحد بس كان دايما بينام في اوضة خاصة بيه بعيد عنها من اول جوازهم، وما كانش بيرجع غير في نص الليل لما تكون هي نامت. وفي يوم ماريا حست ان هو وحشها، راحت دخلت اوضته ومسكت كتاب وقعدت تقرا فيه، وغلبها النوم ونامت على سريره. وتفاجئ اسد لما رجع بوجودها في سريره، قرب منها وتامل ملامحها قد ايه هي رقيقه وملاك. وكان في صراع جواها ان هو يخطفها ويخبيها ما بين احضانه، بس هو فضل اسلوبه البارد معاها.
علشان يديها المساحة الكافية انها تختار شريك حياتها بعيد عن اي ضغط منه، ما يعرفش انه هو فتى احلامها وانها عمرها ما هتتمنى يكون لها زوج غيره، وانه الاخر نفس في حياتها هتفضل زوجته، لو ما كانتش في الفعل هتبقى بروحها وبقلبها. شالها بهدوء ورجعها اوضتها ونايمها برفق في سريرها، بس هي متشبسة فيه بحركة لا إرادية منها، مسكت رقبته علشان ما يبعدش عنها، الأمر اللي خلاه يستسلم وينام جنبها، وبدون إرادة منها دست جسمها ما بين أحضانه كأنه هو الملجأ ليها. وتاني يوم الصبح فايت ماريا وانصدمت لما لقاته جنبها، بس فرحت جدا من جواها رغم خجلها، وقعدت تتلمس ملامحه بأناملها الصغيرة، وهو كان حاسس بيها بس اتصنع النوم علشان ما يحرجهاش. وبعد فترة حسم أمره وفاق وهي اتصنعت النوم، وراح قال لها بحنية: فتحي عينيك يا ماريا، أنا عارف إنك صحية. فتحت ماريا عينيها وفي لحظة اتبدلت النظرات، كأنه كل واحد فيهم بيقول للتاني إن هو كل حياته. وقبل أسد ما يضعف راح قال لها بعملية: يلا يا ماريا قومي، يلا جهزينا الفطار، تنسيش بالليل الحفلة السنوية، والمحامي إن شاء الله هيكون موجود ومجهز كل الورق علشان تستلم ورثك، وبعدها نقدر ننفصل. راحت زقته ماريا في صدره العريض بإيديها الضعيفة وهي بتقول بعصبية: أوف، مش كل مرة تفكرني إن أنت هتطلقني بعد الورث، عارفة إنك مش طايقني وعاوز تخلص مني، أكيد بقى علشان يخلالك الجو مع البنت الملزقة اللي شفتها معاك أول امبارح. راح ضحك أسد عليها وراح قال لها: بيت وملزقة؟ قصدك سوزي، انت عارفة كويس ان كل اللي بينا شغل، قومي يلا يلا بلاش تفكيرك العيالي ده، هيوصلك لأوهام مش موجودة. تفكير عيالي؟ ما هي كل حاجة فيا مش عجباك ومفكرني صغيرة، وسوزي بقى هي الناضجة اللي عجباك مش كده؟ يوه انا خارج، وقومي يلا بقى عشان تفطري. وراحت قالت بعند: مش فترة، وفر نصايحك الأبوية دي، انت مش بابا، انت جوزي يا سي أسد. بصلها بصدمة والأول مرة يسمع منها كلمة ان هو جوزها، وضحك على تصرفاتها الطفولية اللي بيعشقها. وقامت ماريا بسرعة وجري على الحمام علشان تداري خجلها. وبالليل جهزت ماريا ولبست فستان أظهر جمال جسمها، ودخلت عليها ملك: ايه الجمال ده، ده لو ابيه شافك كده ده هيحبسك ومش هتروحي الحفلة، وهو المطلوب اثباته، وانا اللي كنت فاكراكي قطة ومغمضة، اعمل ايه بس يا ملك، ما هو مش سائل فيا خالص ولا كأني موجودة ولا حتى واخد باله مني، ما هو انت السبب، على طول قاعدة ببيجامات الكرتون بتاعتك، لازم يشوفك عيلة، ده غير كلمة ابيه، مفيش ولا مرة استبدلت الكلمة دي بكلمة حبيبي. ما انا بقى حطيت الخطة اللي همشي عليها، واما خليته يمشي على عجين ما يلخبطوش ما بقاش مارية، صحيح ان كيدهن عظيم. طب يلا يا اختي بقى ورينا عرض كتافك، ربنا يستر لما يشوفك بالفستان ده، ده غير شعرك المفروض على ظهرك، وكم مرة نبه عليكي ما تفرديش شعرك، ويلا بقى خلاصي احسن زماني وجاي. لا ما انا ما قلتلكيش انا مش رايحة الحفلة معاه، انا هسبقه. ماريا ما تزودهاش، انا قلب عليكي، اعمل ايه، ما هو لازم الحجر ينطق، انا خلاص قربت اتجنن للدرجة دي واقعة. مش هخد عليك يا ملك، ما هو ابيه ده يا هيكون ليا النهارده وباي شكل، يا اما هنتحر. يا قليله الادب، من بعد ما عندكم. ولما رجع اسد اتفاجئ بان ماريا راحت الحفله لوحدها، فتجنن جدا وخد امل وركب بسرعه العربيه على المكان اللي فيه الحفله. وفي الحفله سال اسد امه عن ماريا، فقالت له انها في التراس. خرج اسد وتفاجئ بماريا في الفستان اللي ظاهر مفاتن جسمها وشعرها المفروض على ظهرها، وقال في نفسه: ليلتك سودة. اتجنن اسد وراح ناحيتها، وبهدوء ما قبل العاصفة سحب ايد ماريا وهو بيجرها خلفه وبدون اي كلام، وقال الشاب اللي كان واقف معها: انت بتعمل ايه يا بني ادم انت؟ راح قال له اسد بغضب: اشتري نفسك وما تتدخلش في اللي مالكش فيه. وطلع بيها على الجناح بتاعه في الفندق اللي فيه الحفلة، وقفها قدام المراية وراح قال لها بغضب: ايه الزفت اللي انت لابساه ده؟
قالت له ماريا وهي بتلف حوالين نفسها: ايه فستان عجبك يا ابيه؟ انت ازاي تلبسي فستان مفتح من كل حتة كده؟ ما هو كل اللي تحت لابسين كده. انا مالي بيهم لابسين ولا مش لابسين، ادخلي غيري المسخرة دي والبسي الفستان اللي هناك ده حالا. لا مش هغيره، وانت بقى ملكش حكم علي، وحلبسه يعني حلبسه، وعموما يعني هي كلها كم يوم وحنطلق. قالت جملتها علشان تستفزه وعلشان تهرك الأسد الإنسان اللي بيحبها، مش الأسد اللي دايما بيعتبرها أخته. بصلها بغضب للدرجة دي جوازه منها تعتبر خانقة ليها. وفي اللحظة دي خرج من الحلم اللي عايش نفسه فيه، وإن ماريا بتبادله مشاعره، لكن فعل الكابوس من جملتها الأخيرة، وراح قال لها بحدة: ادخلي غيري وإلا ما تلوميش غير نفسك يا ماريا. جريت ماريا على الحمام وغيرت الفستان وغرجت وهي شعرها مفروض على ظهرها، وراح قال لها بحدة: امسح القرف اللي على وشك ده. وخدت منديل ومسحت الميك اب اللي كان على وشها، وهو مسك الفرشة ومررها على شعرها وجمع شعرها في طفيرة، وهي مصدومة ومش قادرة تستوعب وبصلها برضا: كده بقى كويس. ونزلوا تاني للحفلة، وتاني يوم جه المحامي ومعاه الأوراق اللازمة لتسليم الميراث، واستلمت ماريا ميراثها وهي قاعدة في الأوضة وعمالة تقلب في الورق اللي كان في ايديها. دخل أسد وقال لها: أظن كده مهمة جوازنا انتهت، انت حرة من النهاردة، والخانيق بقى اللي هو أنا مش هيكون ليه وجود في حياتك، ومن دلوقتي انت حرة في حياتك، وبكرة هنمشي في إجراءات الطلاق. قربت منه ماريا وهي بتبكي: أسد انت فهمتني غلط. لا يا ماريا أنا كنت غلطان، فكرت في لحظة أنك ممكن تبدليني مشاعري، لكن للأسف أنا كنت أناني في تفكيري، فعلا عشتك مع واحد زي مع فارق السن ما بيننا هيكون خنقة بالنسبة لك. لا لا يا أسد ما تكملش، أنا كمان. قطع أسد بغضب: انت ايه ها؟ اي حاجة اقولك عليها بتعندي وتعملي العكس، كأنها حاجة تقيل عليك انك تسمعي كلامي. صعب صعب يا ماريا انك تتحملي طبع رجل على مشارف الاربعين، طباع وشخصيتي بعيدة كل البعد عنك، واستحالة نتقابل. انا الست اللي اتجوزها احبها هادية ومطيعة، ومش معنى كده ان انا الغي شخصيتها، واكيد تفكيرك المحدود وصلك للفكرة دي، بس للأسف انا في حبي بكون شخص متملك، احب مراتي تكون لي انا وبس، ممنوع حد يشوفها او يقرب منها، وانت لسه صغيرة مش هتقدري تستحمل طباعي، علشان كده احنا وصلنا لنقطة استحالة نتجمع فيها، لازم كل واحد منا يشق طريقه بعيد عن التاني. يا حضرتك فسرت وحللت شخصية ماريا الطفلة بناء على قواعد أسد باشا. لا وكررت كمان إننا استحالة نتقابل، وإننا لا يمكن نتجمع تاني، ده كل ده من وجهة نظر سيادتك، من غير ما تعمل لي أي اعتبار ولا كأني موجودة في حياتك، وتخرجني برا دايرة حياتك بسهولة، وتحط كمان مبررات لتصرفك كأنك انت الضحية مش القاضي اللي حكم عليا بالموت. انا كمان مش عاوزاك، اخرج برا يا اسد، اخرج برا حياتي، مش عاوز اشوفك تاني. ماريا انا انت شخص اناني مش بيفكر غير في نفسه، عمرك سألت نفسك انا عاوزة ايه؟ اكمل معاك ولا لا؟ لا طبعا. ماريا انا بحبك، واللي يحب حد يبعد عنه ولا يعني؟ وراحت قربت منه: انا بحبك يا اسد. بقولك ايه، مش انا بحبك؟ اه وانا كمان. طب يعني معلش بقى لا مؤاخذة، انا لازم اثبتلك. والحد هنا تخلص حكايتنا. اتمنى تكون القصة عجبتكم، ما تنسوش دعمي بلايك واشتراك يا احلى متابعين، وفضلا وليس امرا تشتركوا في قنواتي، وهنا في قناة حكايات هبة الله انتظروني كل يوم 2 و4 قصة كاملة من النوع الرومانسي اللي انتوا بتحبوه. بحبكم جدا، اشوفكم على خير.